عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله، وهو تكفير للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد. دأب الصالحين قبلكم، هكذا كان صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان أصحابه، وهكذا كان من تبعهم، وهكذا كان الناس لا يفوتون حظهم من قيام الليل، يحبون أن يكتبوا في من وقع عليهم اصطفاء ربنا أن يقيمك ربك من بين ظهران قوم كلهم نائم، فيقيمك ويوفقك لأن تقوم بين يديه وتتقرب إليه بأحب شيء إليه، وهو ما خرج منه سبحانه وهو كلامه. هكذا كان الناس.